إذن اليوم درنا هذا اللقاء مع كل المنتخبين ديال حزب الاستقلال، كل البرلمانيين، كل كذلك المعنيين بالأمر من أجل أو للتعريف بهذه الثورة الاجتماعية اللي تقودها جلالة الملك، واللي هي في الحقيقة هو مكسب كبير بالنسبة لبلادنا، وهو غيساعد على تقوية التماسك الاجتماعي. اليوم من خلال الدعم المباشر الاجتماعي اللي غيتمم على كل من يستحق هذا الدعم، فاحنا غنضمنوا اولا الكرامة المواطنات والمواطنين اللي غيكون عندهم واحد على الاقل واحد 500 درهم، كان عاطل، كان فقير، كان اسرة عندها الاولاد، كان اسرة ما عندهاش اولاد، كان كذلك مسن، كان الناس اللي عندهم اطفال اللي عندهم الاعاقة، كل شيء غيستفد من هذا الدعم، وهذا غيجعل انه غنضمنوا لهم واحد الحد الادنى ديال الدخل. ثانيا غنضمنوا لهم واحد الحد، واحد الدخل اللي هو قار، اي تعرف بان فرص كل شهر، ان العديد منهم عندهم فقط عمل موسمي، ما عارفينش شحال غيصوروا في الشهر، اليوم عارفين بان كيف ما كان الامر غيكون عندهم دعم ديال الدوله ديال 500 درهم في الشهر، وهذا في حد ذاته راه مكسب كبير اللي غيجعل انه اخيرا هذه الفئات العريضه من المواطنين فهما غيكونوا كذلك غيستافدوا من ثمار التنميه. بلادنا الحمد لله تتطور، بلادنا فيها اوراش كبرى، بلادنا غتنظم كاس العالم، وحتى هما عندهم الحق انهم يستافدوا من هذا. شكرا. هو في الواقع الهدف من هذا الورش وهو اولا انه تكرس التضامن، وبالتالي تساعد على تقريص الفوارق الاجتماعيه، وتساعد كذلك على تقريص الفوارق المجاليه. علاش؟ لانه اليوم ملي تتكون عنده واحد الامكانيه ديال الدعم وتتكون عنده واحد الدخل قار، فهذا غيجعل له يمكن يكون مستقر، خصوصا بالنسبه للناس اللي في الجبال وفي العالم القروي، تنضمن لهم انه غنقدموا له الخدمات، غنقدموا له الخدمات الصحيه، الخدمات ديال التعليم، غتكون اوراش جديده ديال التشغيل، فكل ذلك غيساعد على الارتقاء الاجتماعي وغيساعد على توسيع الطبقه الوسطى. احنا هاد الايام كنناقشوا في اطار بعد اللجان وقانون الماليه كذلك في البرلمان في مجلس النواب، القانون المالي اللي سنه مشروع قانون المالي سنه 24، وهذا القانون كيميز شيء مهم هي تنزيل ورش الحكومه وترش والدوله الاجتماعيه بقياده سيدنا محمد، الله ينصره، سيدنا محمد السادس. اذا هذا الورش هذا اللي كنعتزوا احنا كاغلبيه كنواب، لاننا كننتميو لهذه الاغلبيه اللي كتدافع على هذه التوجهات اللي رسمها سيدنا، واللي الحكومه مقول لها انها تنزل على ارض الواقع. هذا الورش اللي غادي الهدف ديالو هي دعم الكرامه ديال الانسان، دعم العمل الاجتماعي ديال الانسان، وكتدير الانسان في صلب عمل الحكومة، وهذا هو اللي بغاه سيدنا. أي أن جميع البرامج، جميع البرامج أكانت اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، أو الهدف ديالها هي الرفع من مستوى الإنسان وهرب كرامته، أي أنه نضمنوا له الدخل القار، المينيموم ديال الدخل القار اللي كيحفظ له الكرامة ديالو، نضمنوا له يولج السكن اللائق، نضمنوا له التطبيب، نضمنوا له التشغيل، نضمنوا له، اذا هذا هو ما اللي باغي الانسان. اليوم اولا كيحصلنا الشرف اللقاء ديالنا التواصلي مع السيد الامين العام على البرنامج الاجتماعي اللي تم انطلاقه ديالو سيدنا الله ينصره، وهذه في البدايه كانت في المداخله ديال السيد الامين العام على اساس هذه ثوره اجتماعيه في المغرب، وهنايا كيتبين على اساس كانت الحكومه في البدايه ديالها والاشتغال على واحد المجموعه ديال البرامج، بيناتهم البرنامج الاجتماعي اللي كان دائما حزب الاستقلال كينادي بواحد المجموعه ديال البرامج الاجتماعيه، والحمد لله تحققت في عهد هذه الحكومه. ومن بين الاشياء اللي كنشوفوها هي كانت في بدايه ديال الاشتغال ديال الحكومه اللي هي حكومه اجتماعيه، واليوم كيتبين على اساس كاينه فعلا حكومه اجتماعيه من هنايا كيتبين في مجموعه ديال البرامج كتبين على اساس فعلا كاينه حكومه اجتماعيه. اليوم كان عندنا في المركز العام ديال الحزب لقاء مع الدكتور نزال بركه الاخ الامين العام، اللي جمع البرلمانيين، المفتشين ورؤساء الجماعات للشرح والشرح المفصل ديال البرنامج الملكي للحمايه الاجتماعيه وللدعم المباشر،
وهذه كانت فرصة للنقاش مع الإخوة المفتشين ورؤساء الجماعات والبرلمانيين اللي دابا حنا الدور ديالنا لأن كاين واحد الكتيب وكاين هذا العرض أننا غادي نقوموا بنفس هذا العرض في الأقاليم ديالنا مع المناضلين مع المواطنات ومع المواطنين باش كنشرحوا لهم هذا البرنامج الملكي باش اللي مازال ما تقيدش يمشي يتقيد لأن خصنا هذه ثورة أنا كنعتبرها هذه الثورة الثانية ديال الملك والشعب من بعد الثورة ديال 20 غشت 53. هذه ثورة ثانية في 2023 مي هذه ثورة اجتماعية اللي غدا إن شاء الله تدوز للمغرب لواحد المصاف ديال واحد الدول قليلة في العالم اللي كتمتع بهذه الحماية الاجتماعية. وكنبغي نختم بأن التنزيل ديال هذا البرنامج مهم وخصو يتميز بواحد الكلمة اللي يركز عليها صاحب الجلالة في الخطاب ديالو اللي هي الجدية. دونك خصنا الجدية ثم الجدية ثم الجدية في التنزيل ديال البرنامج الملكي للحماية الاجتماعية وشكرا جزيلا. هو اللقاء المنظم اليوم بمركز العام لحزب الاستقلال حول المبادرة الملكية للدعم الاجتماعي المباشر والذي اجتمعت فيه جميع مكونات الحزب من قيادة وبرلمانيين أعضاء اللجنة التنفيذية وكذلك رؤساء الجماعات ومفتشو الحزب في التراب الوطني لشرح مضامين هذه المبادرة. وقد قام السيد الأخ الأمين العام بشرح المبادرة بشكل تفصيلي وكذلك عرفت اللقاء نقاشات من طرف مناضلي الحزب وكذلك قدموا مجموعة من التساؤلات بخصوص هذه المبادرة الملكية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.